بالتأكيد لا، ولكن البيئة المواتية لوقوع التعذيب بتتضاءل بتنكمش، لأنه ملاحظات اللجنة مش فقط على التشريعات، على الإجراءات العملية. على سبيل المثال أنه أي شخص يحتجز لابد يكون له حق تلقائي في زيارتين مباشرتين، محامي وطبيب، فده بيخلق ضغط شديد على أي حالة تعذيب، أنه هيبقى عارف أنه هيشوف طبيب بسرعة ونشوة. إجراءات بسيطة في نهاية الأمر ولكنها عملية جدا. ومرة أخرى هذه إجراء ليست تدخلية بقدر ما هي استشارية للدولة، بدليل أنه لا ينشر التقرير إلا بموافقة الدولة. فالدولة الصادقة في عزمها على مكافحة التعذيب ليس لديها أي ضرر، بل على العكس ستنتفع من وجود استشارات وطنية دولية في هذا المجال الوطني.